اهلا بكم من جديد، واسمحوا لي ان ارحب بضيوفي دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، دكتور هاني جنينه رئيس قسم البحوث في شركه كايرو فاينانشال هولدنج، والاستاذ طارق متولي خبير مصرفي ونائب رئيس مجلس اداره بنك بلوم مصر. اسمع رايكم يا ساده في هذه الصفقه، كيف استقبلتوها دكتور نافع؟ بالتأكيد كان خبر جيد، يعني احنا كنا في انتظار اكسجين ينزل عشان نبتدي نتحرك، عشان الاقتصاد يتحرك. احنا ما اتكلمنا كذا مرة هنا، اتكلمنا على ان احنا في حالة الشلل سببها الاساسي شح دولاري كبير جدا، باكلوك كبير في البنوك، مش عارفين نتحرك، وطابور زي اللي حضرتك تفضلت بيه، طابور واقف عشان يستورد احتياجات اساسية بتتأخر، ولو حد عارف يدبر باسعار كبيرة جدا. الحالة دي غير قابلة للاستدامة. النهارده بنتكلم على تدفقات توصف بانها تدفقات استثمار اجنبي مباشر، وهي النوع من الاستثمار اللي احنا بنرغب فيه، وهو جرين فيلد مش حتى براون فيلد، يعني هينشئ من العدم وهينشئ في ارض غير مستغله بالكامل، هيوفر فرص عمل، هيضخ سيوله دولاريه كبيره في الاجل القصير جدا، رقم الحقيقه اول مره يجي مصر، يعني احنا اكبر استثمارات مباشره سمعنا عنها ما زادتش عن 12 13 مليار دولار في السنه. ده أكبر رقم يجي في الأجل المنظور، لأن احنا ما نقدرش نعرف مثلا قناة السويس في عهد خديوي سعيد لو عملنا inflation adjusted يعني flows كانت بتساوي كام، لكن على الأقل فيما نعلم نحن هذا أكبر حجم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تدخل في عام واحد، تحرك من شأنها أن تحرك الاتفاق مع الصندوق، من شأنها أن تعيد تحويلات العاملين في الخارج اللي فقدنا منها 30%، من شأنها أن تعيد الكثير من الزخم إلى الأسواق، وأترك السادة.